مساء المحبة ومساء المودة على عيون أحلى مشاهدي قناة زاغروس الفضائية، وحلقة جديدة من برنامج العائلة العراقية أربح مع زاغروس. خليكم ويانا وخلنا نشوف شنو محضرين العوائلنا الحلوين. النور حياك الله. صحة والعافية. الله يخليك يا رب. تعرفنا عن اسم حضرتك. ليث. أنا ليث. أهلا وسهلا ليث. ليث خريج طالب تدرس في الشغل. أدرس إن شاء الله. أي مرحلة؟ بعدني دراسات حلوة. اللي هي؟ يعني تربية رياضية. حلو. يعني شنو إن شاء الله حتكون عملك؟ ماجستير نكمل إن شاء الله. مستر تربية رياضية. طيب شنو حيكون يعني مضمون عملك؟ أنا مجالي غير شيء، مجالي تجميل يعني بصورة عامة. حلو. اليوم خوش لقينا موضوع نتناقش به. يعني انت حاب انه هاي الدراسه مال الكليه الرياضيه انه حابها الك كدراسه، بس انت عملك يختلف بعيد عن اكيد عملك اللي هو انا خبير منتجات شعر وبشره. حلو. زين صار لك ايش قد هذا الموضوع؟ 12 سنه تقريبا. اوف. يعني حاب هذا الموضوع؟ اكيد طبعا، كل مجال واحد لازم يحبه يلا يبدا به اكيد. لا اتعلم يعني مرات يصادفوني انه لا شلون نقول مجبورين، ما عنده شغف للعمل، بس انا عندي شغف ما يبدعون به. لا لا انا عندي شغف للموضوع هذا. شنو السبب اللي خلاك تشغف يعني شويه؟ احب الله، الله يحب الجمال، واحب مواد التجميل بصوره عامه. حلو. ونشوف الشعر واضح كثير. اكيد شعر وبشره ومنتجاتي. يعني هسه نقول المنتجات، نقول الاغلبيه التي تنباع عنايه او معالج؟ عناية، وهي الأول عناية نفس المعالجة اللي هي العناية بالبشرة بصورة عامة. أكو هم شعرهم، لا إحنا كذا نحكي كشعر، أكو إنه هم شعرهم. يراد ثلاث ساعات إذا شرح ليش علامات الشعر ثلاث ساعات. إنه مثلا نقول ناقصة حيوية، ناقصة لمعة. بلي بالدرجة الأولى لازم نوعية الشامبو تستخدم صح حسب نوع الشعر، دهني أو جاف، والزيوت تكون حسب نوعية الشعر هم. طيب. آه. عندك طبعا على مود توصل النتيجة مضبوطة لازم الكورس ينباع كامل صح؟ أكيد طبعا، باكج كامل. حلو. احكي لنا هسه هذا الشعر، احكي لنا على البشره. البشره سواء كانت البشره دهنيه لها تكون منتجات خاصه، اذا كانت جافه لها منتجات خاصه تكون. طيب اكو عمر محدد انه يستخدم هذه المنتجات؟ اكيد لا، العمر مفتوح بصوره عامه، يعني حتى لو ما نقدر واحده نقلبها زليخه اذا كبيره بالعمر، بس نعطيها منتجات يعني مال عنايه. لا اطفال ما يصير بصوره عامه، هي بشره البيبي. ليش اقول لك يعني ايش مثلا العمر يبدي؟ ممكن صابون مال بيبي، شامبو مال بيبي اوكي، بس ما انصح انا يستخدم مواد تجميل للاطفال. يعني نقول يبلشون من عمر المراهقه فما فوق؟ يس. يلا حلو، طبعا نتمنى لك كل التوفيق يا رب. طبعا انت ويانا ببرنامج اربح مع زاغروس، منح جائزه قيمتها 10 مليون ويا رب ان شاء الله تفوز ويانا ان شاء الله. طيب لو اخذت ال 10 مليون شنو حتسوي بها؟ ما الحمد لله وشكرا، ما محتاجها يعني. يعني شبرق حالك؟ والله ما اعرف، انا عندي فلوس السفرة. ما اقدر، عندي شغل وارتباطات. وزعها للفقراء. ممكن انطيني اياها هديه؟ ممكن. طبعا انا حاعطيك السؤال، والسؤال بخيارات فلا تستعجل بالجواب. السؤال يقول لك كل الخير والموفقية والنجاح بعملك وبدراستك. تسلمي لي على راسك. كل شيء يعني فسعدتني. أنا أسعد أكيد. شكرا شكرا شكرا. مساء الخير. مساء الخير عليكم. صحة والعافية. الله يسلمك حياك الله. لك يا رب. تعرفنا عن حضرتك. أنا علي المشايخي من بعقوبة. يا أهلا وسهلا بيك وبأهل بعقوبة كلها. قد الهلا. دائما تجي لبغداد؟ إي اليوم طلعت كانت عندنا محافظة ونهاية الليل اليوم بعقوبة. يعني ترجعون بالليل لبعقوبة؟ أكيد أكيد. يعني كلش قد تجون على المول؟ والله يعني كل شهر كل شهرين هيك. يعني فترات فتره فرصه تسمح من العمل. اكيد اكيد اعمال ومنصير عندنا فرصه اكيد. الله يوفقكم يا رب. تغيير جو. بيك وباهل بعقوبه. الله يسلمك. الله يسلمك. مساء الخير. مساء النور. اهلا ومرحبا بيك. تعرفنا عن حضرتك؟ علي من دياله. اهلا وسهلا. الله يخليك. الله يخليك يا رب. عملك تاسيسات صحيه سباكه. حلو. بس مو متعبه شويه؟ متعبة لكن تتطلب، يعني هي أعمال لازم متغيرة نقول بالمهنة. طيب يعني صار لك كم هذا العمل أنت؟ يعني أكثر من 10 سنوات. يعني نقول هذا العمل متوارث عندكم لو أنت يعني؟ لا لا اجتهاد شخصي. حاب هي هاي المهنة؟ أكيد أكيد.
طيب لو انت شو هسه يعني نقول انت مو بهذا العمل، وين تشوف نفسك بعمل ثاني؟ صراحه هوايه نقول هوايات او مهن، لكن شفت هاي المهنه اجتهدت بها هواي يعني طورت منها هواي. شفت نفسك انه هاي اقرب شيء الي؟ طيب شلونك بالغناء؟ صفر. نعم. الشعر؟ يعني بعيد كل البعد عن هاي الامور، لا شعر لا غناء. موقف صاير وياك؟ من اي ناحيه يعني؟ نقول موقف كوميدي، مضحك صاير وياك. يعني ما يحضرني اليوم صراحه. ما واقع فد يوم بالشارع، ما كاتلك فد يوم ابوك، ما طالع بالشارع وتقول بالمراه وصاير عارفك، قلت لي ما صاير عارفك. يعني ايام الطفوله هواي بها مواقف بس صعب يحضرني هسه. ابدا عاركه ما بشوف راسك بيها. لا ما هو ولا عاركه بالشارع بتقول شلون بينا بجون درافولتا. اكيد اكو يعني بايام الطفوله هواي بس انه تحضرني يعني نقول ما اعرف. لازم ماكو كتله باقيه بالبال. غير ابو حسين. ها كنا انت هو ابدا ما حضر اي شيء. هي مواقف هوايه بس ما تحضرني هسه يعني. مثلا. يا هوايه يعني. منا والله شو. شلونك بالشعر زين؟ لا مو هالجد. كل هو ماكو فد مره ظلمتوها، طيب راح نطيك عباره تكرر لي اياها 5 مرات، من يعني يجازف هو يردد العباره؟ أقول لك إياها. خميس الخباز خبز 5 خبزات. خميس الخباز. خميس الخباز خبز 5 خبزات. خميس الخباز خبز 5 خبزات. سريع. لا صح. مفرد على البطيء. يلا. يعني خميس الخباز خبز 5 خبزات. زين. خميس الخباز خبز 5 خبزات. خميس الخباز خبز. مو سريع. 5 خبزات. احسن ما اغلط بها. طبعا شباب انا كل السعيده التقيت بكم. الناس على طبعا. ويا رب بكل الموفقيه والنجاح وان شاء الله يا رب تفوزون. الله يسلمك. انا بسحب مال البرنامج. امين وموفقين ان شاء الله. معكم وارقامكم. مساء النور. بالصحه والعافيه. الحمد لله بخير. الله يخليك يا رب وان شاء الله دوم بخير. تعرفيني عن حضرتك؟ نعم اعرفك عن اسمي. اسمي نازك بغداد. اسمك؟ اسمي نازك. نازك حلو اسم نازك. تسلمين انت الاحلى. بغداد زيونه. ها جيرانك طاحتنا.
شكلي قالوا زيوني هيك حلوين. طيب عيوني ابويا لانه امي طلبت من عنده يسميني اني واخوي كذلك اسمين. فسموا لا اخوي يسميه كاظم وينازك امي وصت قبل ما تموت وصي الله يرحمها تسلمين عمري فسمتني. طيب اسم نازك ترى يميل الاسماء التركيه اكو عندكم تركمان ترى. لا هي كانت حابه هذا الاسم؟ اي كانت حابته كلش قالت لي انه هاي الاسماء الاثنين كلش نحبها فاسمت عليها. الله يرحمها يا رب وخلي لك الوالد خير على راسكم ان شاء الله. تسلمين عمري. طيب حبيبتي انت طالبه تدرسين؟ اي انا طالبه صارت اعدادي. بس اريد تنداري لي على الكاميرا؟ لا تعالي يمي ونداري على الكاميرا. انت اوكي. بس اعدادي يعني السنه بكالوريا. اي شلون شوي الدراسه والاوضاع؟ شوفي انا هاي السنه طالبه بدرسين تحميل لانه يعني العام اي بسبب ظروف قدرت يعني انه اقرا شلون مكان وانجح بس بدرسين وخير ان شاء الله. شوفوا شو تقولي لي اقرا شلون مكان. طيب علمي لو ادبي؟ اني ادبي. شنو حابه تكونين بالمستقبل؟ محاميه. اغلب البنات يردون محاميه، شنو السبب؟ السبب لانه هي هاي الوظيفه المعينه اللي بيها فلوس بيها مستقبل زين. لا ليش اكو صيدلانيه اكو دكتوره تجميل؟ بالنسبه لي اني احب هذا الاختصاص يعني مو بس انا دخلت على مود فلوس لان اني احب هذا الاختصاص. يعني نقول تدافعين عن النساء؟ طبعا ادافع شيء اكيد ابد ما راح اسكت. مظلومات النساء كلش. طيب يا رب ان شاء الله نشوفك على اسم مكتبه المحاماه والقانون ان شاء الله. طبعا انت ويانا ببرنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون. طيب بس تعالي تدني علي والله. حبيبي مساء الخير. مساء الصحة والعافية. سلام الله بيك. خليك يا رب تعرفنا على اسم حضرتك. عدي محمود. اهلا وسهلا عدي. عدي عمل حضرتك؟ والله كاسب. يعني شنو عملك؟ يعني سائق تاكسي. سائق تاكسي حلوين. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة والعافية؟ الله يخليك. عرفنا على حضرتك؟ انا جاسم ابو مصطفى من الموصل جاي عليكم ضيف. اهلا بيك وانت واهل الموصل كلكم على راسي. شكرا. اشكرك نور بكم. عمل حضرتك؟ اسواق مواد غذائيه. حلو بالتوفيق يا رب. شكرا جزيلا. احكي لنا انت اصدقاء انت وياه؟ لا بخالتي جاي من الموصل يمي. يعني لازم تقوم له بالواجب. والله وقمت بالواجب بعد. قام له ولا؟ اكيد. كلش قد تجي لهنا يا البغداد؟ والله بالنسبه للمجال يعني كل شهرين ثلاثه اي يومين يعني ثلاثه حسب نقول اي حسب الظروف اي نعم اي. سويت اليوم قمت له بالواجب ما دام تحكي هيك بحر صدر وهذا والله هو هو غير يعني غير الغداء زين انت غير يعني هو فرع صار يومين نفر ببغداد والله يعني هم اطيب اكل ايش سويت هو غير احنا مصالوه
هو بعدها مسويت له. اي وش غديت زين؟ والله يعني دجاج وكبه و... اي هاي السوالف يعني قرشي وهاي السوالف. حلو. طيب كباب عروقكم ليش يختلف عن كباب العروق اللي العادي بالموصل؟ أيه. والله هاي من ايام اجدادنا يعني شلون يسووها ما ادري، فزوجتي اخذتها من امها وامها اخذتها من امها وطحيش يعني يعني مو مثل بغداد يعني لا يختلف. إيه؟ رقيقه وكبار. ايه ويا هاي يسمونها يخلون ويا سلق وما سلق يسوون ام ويا مرقه. اليوم اسويها ولا بالهدف لا بالنظر؟ لا لا كلها بالهدف. اكثر اكله انت تحبها؟ والله يا وايك لا تحب وحده، لازم عندك وحده مميزه. هسه لو تقول لي اقول لك السمك المزقوق. انا يعني والله خلينا نقول المشويات. مشاوي؟ ايه مشاوي. ما يتعب، ما يحب يتعب المدام. مو هي ما تسوي هني. لا هي تسوي دولمه وهذا. ايه بس انت مشاوي يعني مشاوي وياها كلها احبها الصراحه. ايه زين. إيه هي 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 المشاوي طبعا من تنزل السوق هاي، بس بالبيت الطبخ يعجبني يعني. هو الطبخ طبعا يعني يكون اطيب وانظف. ايه انظف. لا يقال عليه. طيب من المدام. ايه والله هي هواي اكلات مثل ما فضل الاخ علي. يعني مثل تمربانية خلينا نقول، يابسة، فاصولية. وشو طبخ المدام؟ لا جيد. اي والله تعلمت من والدتي مو والدتها هي. شكلها يحبها يمدح بيها. والله ما يقدر يخاف. هاي يعني كان يخاف. يطلع بالتلفزيون يخاف. تفرجينه. لا يحبش ما له دخل بحد. باع يحبك. الله يجيبها عليكم يا رب ويسعدكم. شباب انتوا ويانا ببرنامج اربح مع زاجروس، يمنح جائزه قيمتها 10 مليون ويا رب ان شاء الله تفوزون ويانا بالسحب. ان شاء الله. السؤال طبعا بخيارات، ما تستعجلون بالجواب، بس قبل ما اعطيكم السؤال لو ربحت 10 مليون شنو راح تسوي بيها؟ والله خل اربحها وافكر. يعني ما ادري والله. زياره؟ والله ما اعرف. ما ادري ايش اقول لك. كبر مشروع. ايه يعني اكيد فد مشروع. هو غير سيارتك بعد شكل. هو ايه يعني. ايه غير السيارة. ايه انت لو ربحت انا اسوق بيها للمحل. تسوق بيها؟ ايه للمحل. 10 مليون مو هواية حصل. لا ما هواية. عندك كسباية؟ لا لا عندي معامل ويشترون و 10 مليون واني لو بالنص. لا مو انا من اللي راح يجاوب الجواب صح، واذا اثنيناتكم جاوبتوا جواب صح اثنيناتكم خطا. يلا خوش دعم. السؤال يقول ايه؟ اكمل ما يلي على الباغي تدور. شو تقول؟ شلون بس عيدي السؤال؟ على الباغي تدور. على الباغي تدور ال... أعطيك الخيارات؟ أعطيني خيارات. الدوائر. المشاكل. الحبال. الأيام. على الباغي تدور. الحبال. لا لا مو قالت الخيارات هي الأيام. على الباغي تدور الأيام يعني حرامات دوائر. مو حكيتها يا معود. الدوائر. وانا قلت الدوائر بعد. اي بس حطيتك خيارات يعني انا المفروض اصلغها. انا عرض هذا مثلا. اي الدوائر طبعا. انت متردد. بس انا جاوبت لا لا الدوائر. قاسموا العدل كل واحد 5 مليون. الله هاي. احكي لنا شلونك بالغناء؟ لا بالغناء. ولا الشعر؟ لا ولا الشعر الحمد لله. ولا موقف صاير وياك؟ والله مواقف صايره يعني. اكيد تصحى تحجينا ما... وياك كبيره بالعمر تموع اذانك. هاي بالسياره والله هواي مواقف مثلا. ايه. والله ناسي هسه يعني. ايه والله ما ادري والله. ابد؟ اي والله. ولا تغني؟ مره ابد انا صغير الدين. ايه. اجت مره تشتري من عندي وشايله هيك، انا محلي من البيت. حلو. اي كان الجر هاي مالها. طفل؟ ايه طفل جر هاي وقالت لا عادي وانا استحيت من عندها. الله يخلي لك اياه يا رب. وان شاء الله كل ايامكم موفقه وكل سعيد ان التقيت بكم. وان شاء الله اشوفكم يعني. يخليك يا رب. يسلمك. ومثقفين وقلبهم كبير ويشوفون يعني المحافظات بعينها كبيره. اكيد ونجيهم ونجيهم يعني من غير محافظه والله يعني يتهنون بي والله. هاي مثل جنابك الكريم والاخ وفاء. يسلمك كله قدام. شكرا جزيلا. مساء الخير. مساء النور. يعطيكم الصحه والعافيه. تعرفين عن حضرتك؟ اسمي ريام زياره. ريام زيارة. يا أهلا وسهلا. أهلا حبيبتي. مساء الخير. أهلا وسهلا. شلون الصحة والعافية؟ الحمد لله. عرفنا عن حضرتك؟ أنا موفق غالب. موفق غالب. يا أهلا وسهلا أستاذ موفق. شرفت بحضرتك. عمل حضرتك؟ أنا مدرسة. حلو. أي مرحلة؟
مدرسه مكمله يعني متعينه ارشاد تربوي. ها ارشاد تربوي يعني أرشاد. مو تدرسين؟ لا لا ارشاد تربوي. شنو الارشاد التربوي يعني نقول حضرتك مشرفه؟ هو انا اختصاصي علم نفس بس تعينت مرشده تربويه. مشاكل الطالبات بالمدرسه، المشاكل يعني هاي نحلها احنا بالمدرسه ان شاء الله. شو تحلين؟ انا مشاكل هواي تنمر. اي والله. صار لك قد ايش هاي المهنه؟ تقريبا 12 سنه. اوه زمان. اي زمان. زين انطينا رايك بالجيل الجديد. يعني زين لا بأس. شنو ما جبران خالص. لا بأس. يعني متعب مو يعني مثل الجيل. يعني مثل الجيل قبل. لا يختلف. كل شيء. كل شيء من جميع النواحي. يعني انا ذكر من احنا صغارين انا نشوف مدرستنا بشارع نستحي نلتقي بها هسه لا هسه صديقتك يعني عادي تجي تسولف وياي وتحشي. احنا كنا ما نوصل اصلا للاداره هسه لا الاداره عندهم تزين على الخريطه تزعين لمساعه قبل الاداره وين بعد مو كل شيء هسه اختلف الجيل اختلف الوضع اختلف بعد زمن التكنولوجيا تدرين هذا الشيء اكيد احكي لنا شو رايك بالجيل الجديد؟ والله الجيل الجديد هو صراحة يعني خاصة يعني المسؤولية تختلف من الولد لبنية طبعا فمسؤولية لبنية لازم أكثر. طيب يعني من تشوف أنه مثلا نقول تربيته أسهل الولد لو لبنية؟ لا أكيد الولد أسهل لبنية أصعب يعني بعد هاي السوشيال ميديا اللي دخلت علينا والنت وهواياكم متطلبات لازم واحد يحافظ عليه. توافق الرأي؟ طبعا بس أنا أشوف إنه الولد يعني البنية بالعكس البنية راح تبقى تسمع كلام عتها وخافة عتها شلون نقول حياء وخجل بس الولد هسه يختلف صارت مراهقته قبل وقت وأكو أمور يمكن تمنعين من البنية يمكن تمنعيها من التليفون كله بس الولد ما تقدرين تمنعين. لا بس أكو هسه يعني ممكن هاي أول عنصر ما نقدر نمنعه. قعدي يختلفون بيختلفون اكو بيهم ياخذون الكلام اكو بيهم لا ما يستوعبون الكلام يقول لك انا حريه شخصيه يقلدون الاشياء تصير بالتلفزيون وعلى السوشيال ميديا على السوشيال ميديا يعني يحاولون يقلدون كل شيء من ناحيه الملبس من ناحيه الكلام من ناحيه اي شيء فتشوفين هسه حالات كلش هواي يعني جاي تصير اكيد انا اقول تربيه البنيه اصعب من تربيه الولد ما اعرف بعد كل من تفكيره وانت كتجربه طبعا اي أكيد. تجربه يعني اي طيب احكي لنا اغرب موقف صادفك انت كمرشده او نقول معالجه نفسيه. هواي مواقف بس مثلاً. انا يعني ما يعني بالحدود ما اقدر اقول المشاكل اللي تصير. يعني هيك نقول رؤوس احلام. عندك هنا كمشكله مثلا انتحار اكو بعض الطالبات اي يعني مشاكلهن ويا اخوهن مثلا اذا يقول لها لا تسوين هذا الشيء تروح راسا بايتها بالسكين يعني تضرب بس انا يعني بنظري انه الانتحار ترى يجي من باب الشخصية ضعيفه لا وجوز هم الاهل ينمون بيها هذا الشيء دائما كبت 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 يشوف التلفزيون تحاول تقلد تسوى هذا الشيء اكو بعض الاهالي ما عندهم مراقبه ما يدرون بناتهم شو يسوون ترى يرجع للبيئه اللي هو عايش فيها اي بس هو هم اي هو اكيد بالبيئه بس ماكو يعني مراقبه مستمره احنا زين ندز على الاهل نقول لهم بدكم هيك يا واحنا ندري بي لا بالي الام يعني دافع طبيعه الحال دافع عن البنيه على بناها بصوره عامه لا دافع عن بنتها بس اذا نقول لها خلي جوا الامر تخاف خاف من رده الفعل اي خاف من رده الفعل فاقول لك يعني تربيه البنات صعبه كلش هواي الله يعين كونك اب نعم معروفه البنيه حبيبه ابوها والولد حبيب امه صح فاحكي لنا عن العلاقه بيناتكم العلاقه هي تبارها بعد صغيره طبعا اي بس تكون دائما البنيه متعلقه بابوها اي صحيح بس يعني اول ما تجي تتلقاك اي اذا ما تجيب لها حاجه تزعل اي طيب تقرب علي قدام الكاميرا ايديا موقد طبعا لكون المدام موظفه ريت تحكي ذمه وضميه نعم كلك من برا لو تطبخ طبخ بيت لا والله كله طبخ بيت والله عافية عليك شلون مدبرتها وانت عندك طفله بس حضرتك تندار على تدريس اولادي يعني انا ادرسهم بالمدارس يعني انت مو بس البنوت لا لا هاي اصغر طفله اها الله يخلي لك اياهم يا رب هي ابني بصف الرابع وعندي ثاني بصف الثاني الله يخلي لك اياهم يا رب يعني زين انت شلون مرتبه وقتك انه
الطبخين والدرسين وموظفات كلهن ان شاء الله. ماني حاسه بهاي الحاله بعد متعودين وان شاء الله نقدر نحاول. طبعا هاي مو كل مره تقدر تسوي، انت جدا سباحه. مشكوره حبيبتي. حبيبتي انت. طبعا انتوا ويانا ببرنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون. لو ربحتي 10 مليون شنو راح تسوين بيها؟ ما ادري ما ادري ما ادري ماكو ببالك شيء؟ ما ادري والله. صايخ هاي اذا ربحت. اي والله اي خوش خوش فكره. لو انت ربحت ال 10 مليون شو راح تسوي بيها؟ والله اكيد اسافر بيه. شفتي انا مسافر. لا انا وياك. رجش على رجليه. الله يخليكم البعض يا رب. السؤال يقول طبعا دي خيارات فلا تستعجلون بالجواب. من بين مصادر القانون الدولي الخيارات العرف الدولي آراء كبراء فقهاء القانون قواعد العدالة. فشنو رأيك؟ أنا أقول العرف الدولي. شو تقول؟ والله عيد الاختيارات بدون زحمة. الخيارات العرف الدولي آراء كبراء فقهاء القانون قواعد العدالة. هذا العرف الدولي. ثبت؟ ثبت. ان شاء الله الجواب صحيح. شكرا. اتمنى لكم كل الموفقيه ويا رب ان شاء الله تكونون بالسعد. انا كل السعيده التقيت فيكم. شكرا يا رب. مساء الخير. مساء النور. شلون الصحة والعافية؟ الحمد لله تمام. عرفنا عن اسم حضرتك. أنا رياض من السيدية. يا أهلا وسهلا رياض، شرفت بيك. هيثم. شلونك هيثم؟ شو أخبارك؟ شلونك؟ عمل حضرتك؟ أنا صباغ. حلو. وعمل حضرتك؟ صباغ. أنتيناتكم يعني نفس الشغل؟ الحمد لله. ليش؟ يعني هسه مو نقول ليش وإنما هو أنا دا أسألكم، أريد تقولوا لي شنو الألوان الدارجة هسه أكثر شدة تنطلب منكم تنصبوا؟ والله هو سلوف وايد يعني. انه نقول يرحم على كل شيء؟ اي لوف وايد. زين تشتغلون ورق الجدران او لا؟ نشتغل. مو صار الرغبه اكثر على ورق الجدران من الصبغ تشوف؟ اكيد اكيد. يعني شيء حلو ديكور ويعني مناسب بنفس الوقت وبدون شغل متعب يعني. حلو. زين تطلبون منكم الوان صيفيه او شتويه لو كل أكيد واحد؟ اكيد اكيد. كل من وذوقه واختياره والشغل اللي يحبه هو طبعا. بالتوفيق لكم يا رب. كلش قد تجون للمول؟ والله صراحه صار اذا اقول لكم 15 جنيه. لا نصدق. صار سنه تقريبا. لا ليش انا اكثر لما البرنامج. انت وياه وين ما يروح وياه. ايش معنى؟ هاي هيك اصدقاء. اها توأم. توأم؟ لا اصدقاء بس مو توأم. هسه سووا فتنه بيناتكم اخرب. ما تقدرين. لا والله. لا الكاد كله ما يقدر. لا يلا يعني ابونا ادم طلعوا بتفاحه ما تريد اسوي فتنه بيناتكم. كيلو تفاح ما انزل. منا كيلو تفاح يعني لو يمكن شوي اكثر من الكيلو بها مجال. انتوا طبعا ويانا ببرنامج اربح مع زاغروس يمنح جائزه قيمتها 10 مليون ويا رب ان شاء الله تفوزون ويانا. الجائزه بلا زحمه سيدي 10 مليون. ولا 10 بيوت صبر. يلا ان شاء الله الله يوفقكم الاكثر منها. لو ربحت ال 10 مليون شو نسوي بها؟ والله هو اكشالات مثلا ما اقدر اشيلكم بس الصراحه. لا الصراحه ليش اسوي وحده؟ والله وايد نشالات يعني مثلاً بس مثلا ولا وحده ستختار ببالك. ان شاء الله نربح. احنا من يقول نربح؟ يا رب قول يا الله. ليش ان شاء الله اذا الله راد ان شاء الله. يلا هسه ما حد قول لي هاي كلها لف ودوران حتى ما تحكي. شنو شو احكي؟ اذا ايش حسوي بيها؟ يعني شو اسوي مثلا شنو يعني؟ ما اعرف. مشروع يعني؟ اي مشروع تسافر شي ببالك؟ اي تقريبا اي سفر هيك. راح تغير جو؟ ايه. انت تغير توم ويا ايش النص تغير جو ما في شيء اي غير حبيبي لا ها ايش قلنا ما خربنا ما خربنا ايش قلنا ايش حكي هذا يعني اختلفت بالاراء احنا كنا اخوان كنا العراق مو بس اكيد اكيد راح اسالكم السؤال بس تجاوبون على السريع لان اكو خيارات. السؤال يقول لك ينسج العنكبوت خيوطه من ماده دهنيه مادة حريرية مادة شمعية.
بس ايدي لها لازم شيء. ينسج العنكبوت خيوطه من ماده دهنيه، ماده حريريه، ماده شمعيه. يعني معروف عنكبوت ما مرك بالجغرافيا العفو بالعلوم ماده حريريه يمكن؟ شو تقول؟ يمكن بس هي نقول اكيد عادي. يلا والله لما ابتسامتي البريئه لك شو تقول؟ لا عوف ما تقدر تعوفه حاليا شكل الحب تخاف. لا 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 يا ما يعني مرته مو حب هاي شنو هاي؟ لا حب شيء اكيد شو تقول؟ هم الحريرية. هم حريرية؟ زين ليش تقول يا حب يا نفس الجواب شفتي؟ شفت؟ انت هم متزوج؟ انا متزوج. حلو يعني انت ما تحب زوجتك شنو تقول؟ هذا الحكي صار قديم. لا لا شنو علي على شو اسمه صارت علي لا 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 مو هالدرجة يا ما يحبك ويموت عليك. ها تمام اكيد 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 انا مو ذا اليوم ينام برا البيت. لا 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 عمله يروح تروح يمه يمه الاصل تماما يعني. فانت لا تقول هاني اليوم صورت برنامج حتى لا تقول لك على ما راح اشوف اكيد ما هي نعرض هسه على اليوتيوب هم بينا نطلع على الفيسبوك هم بينا لا عم ادزك يا رابط شباب طبعا الجواب صحيح ان شاء الله يا رب تكون ويانا بالسحب ويصير كلك عفو. شلونك بالغناء؟ لا والله مو غناء بس شعر شويه. يلا اشعر لنا. ما ادري بداله انت جاي السرعه. ها ها ايه ولا تغني؟ بس هي القصيده مو لي طبعا الشاعر يعني. تمام نقدم له تحياتنا. تقول الحلم كبر جناح كنت اشوفك بيه. الله الخذك ما كفى طولك خذ الحلم وياك. الله الخذاك من القلب جر 12 شريان 12 معصوم جر من قلبه من جراك. الله اشهق لزمه ايدك من تمر زعلان. واتذكر ايام تساعد بساعد خلصت عشرتي مدرانا وقت الفات يا المخبلني بطل طبعك البارد يا رب الشوق يمكن صار به اشكال القعد بقلبي ليش بقلبه ما قاعد. الله ايش معنى حافظ له هذا بيت الشعر؟ هذا مال واحد مضروب بوري. لا 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 شنو هيك هيك حافظه يعني هيك بالقران ليش دعمك وعرف مرت الاب مو شباب انا كل سعيده طبعا التقيت فيكم ويا رب ان شاء الله لكم كل موفقيه والنجاح وتفوزون بالسحب. ممنونه منكم اخذ ارقامكم والكارت. مساء النور اهلا وسهلا بالصحه والعافيه الحمد لله بخير الله يسلمك. تعرفنا عن حضرتك؟ يلا ان شاء الله يا رب. تعال خلينا نسولف انا وياك ابو الازياء. ليش اسعاركم غاليه؟ هاي بعدني ما اعرف شو ابيع. ليش اسعاركم غاليه؟ لا احنا بالعكس اسعارنا مو غاليه، المولات اسعارها غاليه. هاي احنا كل شيء اسعارنا طبيعيه. يعني نقول مثلا بسبب الايجارات مثلا محلات المول تكون اغلى من المحلات البقيه. اكيد اكيد طبعا هم حقهم يعني من غاليين، هم ايجاراتهم غاليه وعمال عندهم.
بس يعني المحلات العادية مثلا بالمناطق بالهاي لا تصير أرخص طبعا. زين، وين تشوفوا الإقبال أكثر على الشراء، بالمول أو المحلات البرة؟ لا أكيد بالمول، يعني الناس حاليا هسه صارت تجي المول تشتري ملابس وتتونس، لأنه حركة أكثر، وحركة أكثر، وهذا صارت زين أكيد. هسه لكون أنه الدنيا ربيع ايه؟ فالمفروض تنزلتوا الموسم الصيفي. صحيح، مسوين تخفيضات ونزلنا الشتوي وهسه نزلتوا الموسم صحيح. الصيفي صح. طيب شنو الألوان الدارجة لهذا الصيف شفتها عليها، يعني أنه هي كفاشن أكثر لون ألوان نزلت؟ الألوان الصيفية كلها، يعني مثل عام كانت الفسفورية، هالسنة هم فسفور، همينة فسفور اكو ايه، مرغوب الفسفور العام هسه همينة. وتدري احنا العراقيات ما شاء الله كل احنا شجر مو حيموتني كلن حلوات اي عين العراقيات مضروب بهم المثل بالجمال، قول ايه قول ايه اي طبعا يكون يكرهوني وامور ثانية لا 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 لو ربحتي العشرة مليون شنو تسوي بيها؟ شو تسوي بيها؟ والله هواي أشهر، هواي أشهر مثلاً؟ هواي أشهر، يعني مثلاً أول شيء أشتري مثلاً السيارة، سيارة أحلام اللي أريد أشتريها، مثلاً أكون فد شغلة أو فد مشروع، مشروع بالضبط، مشروع صغير، وأبدي شوي شوي كبر لي. طيب شنو السيارة اللي تحب تكون عندك؟ والله أنا سيارتي أصلاً من الصغر أحب هي السيارة الرياضية الموستنج الجي تي. طيب أغلب الشباب كامارو موستنج، مع العلم إنه هي خطرة، بس ليش أكثر شيء تحبوها؟ لا هي مو قصة خطرة، بس كسيارة رياضية هي يعني شوية كشختها حلوة بالشارعات، هي سيارة رياضية حلوة مرتبة يعني تفيد الشباب. يلا إن شاء الله تفوزونا بالعشرة مليون إن شاء الله، إن شاء الله وتشتري الموستنج بتحبها. هو يفوز أنا ما أفوز بعدني جايتك شبيك. احكي لي، اكيد عندكم خدمه توصيل اكيد وبيجات، ليش دائما البيجات ما يجاوبون بسرعه؟ ترى هيك يعني تدري شنو، ترى يقطعوا رزقهم، يعني الواحد ينتظر بزياده يوم واحد. صحيح صحيح، يتوفروا المحلات بكثره بسبب يعني اللود، اللود هذه الشغله صحيح هذا موجود يعني مال التاخير وهذا، بس احنا نحاول قدر الامكان يعني ما نتاخر على الزبون. زين احكي لي اكثر من يعني موقف صادفك بثناء عملك، تدري على الأذواق تختلف ولا قياسات مال الأجسام تختلف، احكي لي لا بصير وياك موقف الترجيع يصير هوايدي. طيب ليش يعني هي مدة تطلب القياس اللي هي يعني يعني اشوفها بالمحل شيء وترجع هناك تقول ما مقتنعة، هاي قررتي بالمحل، هاي احنا نعاني منها. زين من بهالحالة منو يخسر الكروة؟ الأجور أكيد عليها عزوه. احنا إذا ما يعجبك شيء رجع عادي مالي، بس يعني انت النسوان يعني شوي شبينا احنا الخير والبركة أكيد أكيد، بس هو المزاج مزاجيات يعني ما أدري شو أقول لك، يعني بالمحل يشوف احنا اسفين يا صلاح عشان هذا الفيلم يعني هو هاي مزاجيات صح لا لا، بس المفروض المقابل يقدر انه انت حاجز قطعة واحتمال تخسر بيها، يجي زبون يريدها وانت دازل هي، فالمفروض المقابل يقدر هذا الشيء. صح اكيد اكيد. لا احنا الله يعينك، احنا تزوجت لو لا؟ لا اكيد قلت بطلت، بطلت مش من زواج، تزوج بسبب مزاجياتكم اقول لك مو اي، وانا النصيحة اقدم لك لا تتزوج على اللي بده يصير. هو الزواج راد ومي راد طبعا، يعني انه كاستقرار، بس على المزاجيات لازم نتحمل مو طبعا، يريد شيء او شيء طبعا. يلا ان شاء الله الريس وكل احنا نحضر بعرسك، بعجبتنا العشرة ملايين أزوج. ها يلا أجيب بضاعة جديدة؟ أي طبعاً إن شاء الله. جايتني البضاعة. أنت اخترت الزواج لو بضاعة؟ لا البضاعة أنا قاصة راح تجي بعد شهر. أوكي. والزواج إذا هاي وراه يجي. إيه لأن فلوس هي تجيب العروس. طبعاً. هو؟ إن شاء الله إن شاء الله. كم ليش إنه مخلص؟ لا لا. احكي لنا. نعم. ربحت العشرة مليون. عزز بيها نفسي. اللي مثل شنو؟ أدلل بيها نفسي سافر؟ أعتقد بالفترة أقدر، بس يعني دراسة وهذه أوكي، يعني طيب شو أدلل بيها نفسك؟ شبرح شو؟ يعني ملابس طالعات أكل، أمشي الأكل طبعا أمشي الأكل. هسه اللي سمعي يشوف كرشش كبرى هو ما قصوره ولا أكل؟ لا يعني زين أكلتك المفضلة؟ اي شيء والله صراحه لا لازم عندك اكل مفضل. هسه انا تسالني عن نفسي، احب السمك المزقوق. لا مو السمك، اللحم، اهم شيء اللحم، يعني نقول مندي، كبسه، تشريب، دليميه مثل ما نسميها،
بليمية هو حتى كرش معك وين راح ياكل؟ والله ما ادري بس هو هذا مشروع المحير ما اعرف بس حزدان يمي اسمي معدل الحرق عندي عالي فما تفكر هو ميزانات اي نعم مو ميزانات يلا ان شاء الله تفوز يا رب ويانا بس احب شباب حسألكم السؤال تسمن شوية وهي تفوز لا انا مقتنعة هي لا لو مو طول شوية لا يضيع كل شيء شنو ترى هذا تنمر هذا تنمر ترى شباب السؤال يقول ما هو الغاز الذي يستعمل في اطفاء الحرائق دخل بسم الله الرحمن الرحيم مدرج الخيار دخل اقول خلنا فهمه ثاني اكسيد الكربون الكربون الاكسجين الميثان لا ثاني اكسيد الكربون هاي كدراسه لو عينك بالورقه لا 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 ها. أكيد طبعاً نثبت ثبتي وما بدون تراجع يلا تمام شو تقول أنا نفس الجواب أكيد إيش معنى ثق بيه إيه طبعاً وبقدراته إيه طبعاً لعد خير على مكسر المهنة ليش أكله ما يسمن مدام أتذكرش يمشي هواي وياه مدام أنا كلش طويلة فأنت كرشك همينة يعني الرادلة إيه ماني همت نمر وهذا ما تحرك بس هو وياه بيه والله يحرق فتشك نفس الجواب اي طبعا انت نسيت نفس الشيء اي طبعا شباب الجواب صح يا رب ان شاء الله تكون بس واحد شلونك بالغناء لا ما اعرف شعر ولا شعر لا لا ما عندي سوالف كل احكي لي موقف صاير وياك موقف لا ما موقف ابدا يعني بزغرك ولا مره ابوك قاتلك قتلت هواي لا واحده من الكتلات وليش قتلت ما اتذكر دزنا على فد شغله ورجعت ما جايبين لي اياها. هاي تنكتيل يعني تجيب صمون واكل القمع. اي بالعب شو المشكله؟ يقول لي اكل من صمونه واحده لا تاكل من باقي الصمون. هاي يعني كل صمون تاكل وقلت لك ابو كرش من زغره. ابو كرش شلونك بالغناء؟ ولا شعر؟ سالب صفر. سالب صفر مو صفر زين راح نعطيك جوله تكرر لي اياها 5 مرات نعم بس على السريع احاول سهله شيك يقول لك يا عيني خميس الخباز خبز 5 خبزات خميس الخباز خبز 5 خبز روح روح يلا يلا كمل كمل عادي اغلس خميس الخباز خبز 5 خبزات 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 والله عفية عليك يعني شفت ايه بس جو يعني نسوي انه على السريع احسن ما عندي شفت الحرق وين يروح؟ ايوه شباب انا كل سعيده التقيت بكم ويا رب ان شاء الله تفوزون ويانا بالسحب وهسه اخذ ارقامكم واعطيكم الكارتات مساء الخير مساء النور ان شاء الله الصحه والعافيه الحمد لله شلون؟ الله يخليك يا رب تعرفني عن حضرتك يوسف تدرس؟ ايه اي مرحله؟ ثالث متوسط يعني بكالوريا؟ ايه شلون الوضع وياك؟ والله مو زين كم درس طالع؟ بسرعه اعترف والله ب5 كذاب ايوه صرفت الامتحانات شو تسوي يوسف؟ والله ما اقرا ما تقرا؟ اي والله يعني اشتغل ليش متعب اهلك؟ وانا اشتغل شو الشغل؟ انا اشتغل عماله كذاب هو عايش الدور يعني هو كذاب لا عايش الدور ها اوكي والله لا عاد عمين والله سبع انت وبطل والله. ليش انت ضحكت اعترف ما ايوه من وحده اضحك هذا انا زين تعال صفي حتى اصير قدام الكاميرا ايه هسه اوقف خل ارجع له لين هنا شكله فتان وحيحكي لي كل شيء ايه ضحك استهزئ بي لا ليش استهزئ بالعكس لا استهزاء هو استهزاء هو الشغل مو عبوش اكيد لو ايش مهما يكون المهم رجال ويشتغل عيشة علي ما بس هو سنازك مو ما لا 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 يعني هو فاتح لنا مشروع احنا مو جعفر زين هسه تعرفنا عن نفسك حسين فاضي حسين تدرس؟ اي اي مرحلة؟ ثالث كم متوسط؟ اي يعني بكالوريا اي يعني ايش كم درس؟ طلعت 4 بس هسه دا ينزل القانون اي دا ينزل القانون انت متفضل يعني مو دا ينزل القانون اطلع ب3 أي. اي زين ليش ما تدرسون موتونا وقت الدراسه وقت الشغل وانا لسه جاي اشتغل زين اوكي يعني وقت الدراسه تقول وقت الدراسه دراسه وقت الشغل شغل غير انت بوقت الدراسه تدرس حتى تعبك ما يروح صح
قومة الصبح هاي النومة الحلوة اللي تقطعها وتروح على مود تطلع بعدين باربع دروس؟ صح. مو؟ تمام. يا درس ويا درس طلعت؟ طلعت فيزياء كيمياء. اي الله يعينك، انا هم لو هاي هم اطلع بيها. زين انت تقول انا اشتغل، ايش تشتغل؟ ها؟ ايش تشتغل؟ اسواق. اسواق؟ حلو. خلينا نرجع ليوسف، يوسف بردان وجاي يرجع. لا والله بس انا هيك يعني طبيعتي. يعني واحد حالك ترجع؟ اي زين. يوسف احكي لي على وقت شغلك وهذا شلون؟ يعني من السبعة بس اطلع ابدل واتريق واروح للشغل ارجع بالاربعة. طيب ما فكرت انه تشوف لك عمل ثاني يكون اسهل لك؟ يعني شغل ماك هسه دورنا شغل بس ما ممكن تقدر تروح اكو شركات تروح تشتغل بها. والله انت كذاب، تعرف صفك تولد جاي انت مضحكه. يعني هو شغل يعني تروحين الا عرف وهيك يلا الشغل. اي بالضبط يلا اشتغلوا. فاتجهت لهذا الشغل. ايش تشتغل؟ اشتغل بمطعم. تبيع مي؟ لو تشتغل بمطعم. اشتغل بمطعم. اشتغل بمطعم باليرموك. حلو. وش عجب اليوم ما رايح المطعم؟ واخذت اجازه يعني لنطلع انا وجماعتي. وكل شيء تاخذ اجازه؟ والله هي اجازتي تبدي ورا شهر، اخذ اجازه اسبوع. اخذ اجازه اسبوع، بس اليوم قلت لهم صار عندي ظرف كذا، بتعرف المطعم ما يعطون اجازه. وشافوك هسه بعد راحه. منو؟ راح الظرف. ما يخاف. اكيد اكيد بس لازم اتهم تسعه. اي شاء مو؟ تعال عيني. تعال ابو الحب. شلون ترخم وقتك بيناتهن؟ ترخم وقت يعني منا عشرة. مثلا ما تتخربط بس معهن، ما مثلا تتخربط. لا مو هنا مبرمجن. شلون يعني؟ 1-2-3 كذاب المسيطر؟ زين ذن ايش قد اعمارهن؟ 16. ايه؟ واحدة 15. ايه؟ الثانية ذيك صغيرة 13. 13 وحب وعلاقة؟ زين من أكثر وحدة بيهن تحبها؟ ولا وحدة. يعني اليوم سالفه على الانستغرام بس هو عندنا مكلبات يعني عندنا مكلبات انا اللي طبعا مو انا مقصد ماني. احكي لي لو ربحت ال10 مليون شنو حسوي بيها؟ اي الزواج وحده من المتهورات الثلاثه. لا دحلنا مشروع. مثل شنو يعني مشروع؟ انا لكن نفسي اللي مثل شنو ايه يعني متى من انا سبحان الله شغله راح تجي بيها نص تخرب نفس المبدا. يوسف لو ربحت ال10 مليون شنو حتسوي بيها؟ والله لو ربحتها اطلع اسافر. شو تسافر وتعوف لك قعبالي تاخذ لك سياره تشتغل بيها تصرف عليها يعني كذا تخليت؟ حال الشباب هاي كذا لا مسافر لا رايح لا طالع لا في المواصل. طبعا مبين يجروح. لا اريد اروح اسافر. اي اخذ لك مليون سافر بيه لاربيل شطر نفسك. اي مو باقي يعني ممكن اقابل كلنا اسافر بيه. اي طبعا بيها وجهك تروح حج ان شاء الله اذا الله راد. اودي الوالده. اي اي وانت؟ انا ما اروح مو بس فقط والدته اوديها وهاي بعد بس تحج والدته وين؟ هي تدعي لي هناك مو قلت دعوه الام بيت الله. ان شاء الله. شباب السؤال يقول بيه خيارات فلا تجاوبون على السريع. من هي أول دولة عربية تشرق عليها الشمس؟ سلطنة. بسم الله الرحمن الرحيم. على شكو طالع بخمسة. اعطيني مجال خليك تشوف خيارات. لا لأن أنت عينك بالورقة اللي هو أطول مني. خلينا نكمل خيارات. يلا ويا. مصر، سوريا، فلسطين، سلطنة عمان. شو تقول؟ هو قال السؤال. يعني أنت أنا بس ما رأيك. سلطنة عمان. الجواب غلط. لا الجواب صحيح. ليش؟ منين جاك هذا التأكيد؟ هو يعني أنا يعني سامع هذا السؤال قبل. لا لأن أنا بالورقة. لا ما أنا. إيه مشوف واحد أربع دروس. واحد راح أغير السؤال. بخير تدلل. القصورة هو اسم يطلع أحد الحيوانات التالية. الأسد. هو الأسد. عينه بالورقة الهيزة تنقلت. احنا نعرف يعني. شوف شلون مبيضين الوجه. يا ذا صح يا ذا عمي حطيكم كارتات.
خمس 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 خميس خباز خمس 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 حمس 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 مثلك حمس 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 شباب إن شاء الله تفوزون ويانا بالسحب وأتمنى لكم كل التوفيق يا رب وما أدري إيش أدعي لك كل هين عندك في دول عمرك حبيبي يلا تعطوني رقم تليفونك واسمك مشاهدينا الكرام انتهت حلقتنا وياكم لهذا اليوم ويا رب ان شاء الله تكون عد حسن ظنكم وانتظرونا بالحلقات القادمه الى اللقاء.